طيب احنا كده كنا خلصنا مع بعض الجزء اللي هو بتاع الار سيكشن، سواء بقى ان احنا نعمله ديزاين او ان احنا نعمله اناليسيس. كده الجزئين دول مع بعض خلصوا، سواء الاناليسيس او الديزاين بتاع الار سيكشن. عايزين بقى نخش كمان على ان احنا نعمل تي سيكشن. ايه تي سيكشن ده؟ تي سيكشن ده يا باشمهندس اللي هو الكاميرا، القطاع بتاعها يبقى على شكل حرف تي كده. وهنا المشكله ان انت بيبقى عندك البعد ده اسمه بي الصغيره، والبعد اللي فوق ده بنسميه البي الكبيرة، وبرده نفس القصة ده اسمه التي وده اسمه الدي، والحتة الصغننة اللي تحت دي اسمها الكبر. ايه المشكلة بقى؟ ده لما كنا بنيجي نحله بالفيرست برنسبل كنا لازم نتوقع المكان بتاع النيوترال اكسس، المكان بتاع النيوترال اكسس يقع فين؟ هل هو هيقع في الجزء اللي فوق ده فنستخدم البي الكبيرة، ولا هو هيقع في الجزء اللي تحت ده فنستخدم البي الصغيرة؟ وكنا اخدنا مسائل عليه في الايه؟ في الكلية ازاي نحل القصة دي. دلوقتي اللي احنا عايزين نعمله عايزين نستخدم الايه؟ التشورت. طب ايه هي التشورتس اللي ممكن تحل القصة دي او الكيرفات اللي ممكن استخدمها؟ فهتلاقي ان في هنا كيرف كويس قوي قوي اسمه السي 1 والجي كيرف. السي 1 والجي كيرف تمام هو اللي قدام سيادتك. كل اللي بتعمله ان انت بتخش بقيمة السي 1 تخبط هنا كده في الكيرف بتاع السي 1، وبعد كده تنزل لتحت تخبط في الكيرف بتاع مين؟ الجي. بعد كده تخبط هناك تقرا القيمه بتاعت الجي. الكلام ده مهم جدا لازم تفهمه. تاني 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 خلينا نكبر لك الصوره هنا كده عشان تعرف بص احنا بنعمل ايه. انا بروح رايح كده داخل بقيمه مين؟ السي 1، اخبط في الكيرف بتاع السي 1 انزل لتحت، وبعد كده اروح ناحيه الناحيه الثانيه جايب قيمه مين؟ الجي. يبقى بخبط فين؟ في الكيرف بتاع السي 1، وبعد كده اخش يمين اخبط في الكيرف بتاع الجي لحد ما اجيب ايه؟ القيمه بتاعتي. خلاص تمام. الكيرف ده تمام بيحصل قدامك لو انت تيجي تطبق فيه بيحصل قدامك ثلاث حاجات. ان انت ممكن تجيب السي 1، ولما تجيب السي 1 دي هتلاقيها اقل من القيم بتاعت الكيرف. يعني من الاخر لما تيجي تجيب قيمه السي 1 وتيجي تخبط كده مش هتخبط في الكيرف بتاع السي 1. فساعتها هنا كده يا باشمهندس هتستخدم يوز السي مينيمم على الدي. ايه السي مينيمم على الدي ده؟ اللي هو القيمه اللي هنا دي. يعني لما هتيجي تاني لما هتيجي يا باشمهندس لما هتيجي يا باشمهندس تيجي تخبط كده عايز تجيب قيمه السي فمش عارف مفيش حاجه قدامك تخبط فيها فبتستخدم السي مينيمم على مين؟ على الدي. السي مينيمم على الدي خلينا نحفظ الرقم ده مع بعض اهو، السي مينيمم على الدي ده رقم ثابت علامه 1 2 5، وده بيناظر قيمه للجي. لو جينا بصينا عليها كده انا لو جيت خبطت هنا كده ده كده قيمه مين؟ اهو، وجيت خبطت انا كده في القيمه بتاعت مين؟ الجي. هتلاقي ان الجي تحت هنا طالعه لك بقيمه اللي هي علامه 8 2 ايه 6. يبقى السي مينيمم ايه؟ تحت هنا كده هو كاتب لك اهو السي مينيمم على الدي، والجي بتاعتها قدامها كام؟ علامه 8 2 6. الرقمين دول احفظهم زي اسمك، الجي علامه 8 2 6 تمام. ممكن طبعا بدل ما انت لو انت يعني مش فاهم قوي القصه دي ممكن تشتغل من هنا كده، خش بقيمه السي 1 ومن قدامها تقرا قيمه مين؟ الجي، وتقرا قيمه مين؟ السي على الدي بمنتهى الايه؟ السهوله. يعني الكيرف اللي قدامك ده تاني الكيرف اللي قدامك ده فيه كام اكس؟ ثلاث اكسات. الاكس الراسي هنا بيعبر عن قيمه السي 1، والاكس الراسي الناحيه الثانيه بيعبر عن قيمه الجي، والاكس الافقي تحت بيعبر عن قيمه السي على الدي. فانت بمنتهى البساطه هتعمل ايه؟ هتجيب قيمه السي 1 وتروح داخل كده يمين تخبط في مين؟ في الكيرف بتاع السي 1، تنزل لتحت تقرا قيمه السي على الدي، وبعد ما تقرا قيمه السي على الدي وانت نازل لتحت كده تخبط في الكيرف ده تجيب قيمه الايه؟ الجي. ده كده يا باشمهندس الجدول اللي قدامك ده. تاني عشان تعرف تستخدمه لاخر مره، هو كيرف. الكيرف ده فيه ايه يا باشمهندس؟ هنا قيمه السي 1 والناحيه الثانيه قيمة مين؟ الجي. وعندك كده ركز بقى معايا، الكيرف الأحمر ده اللي هو الكيرف بتاع السي 1، والكيرف يا سيدي الأزرق ده أو البنفسجي أو أيا كان اللون ده ده بتاع الجي. فأنت كل اللي بتعمله وتحت طبعا قيمة مين؟ السي على الدي. كل اللي بتعمله عايز تحل المسألة جيب قيمة سي إيه؟ سي 1 أهو، وقعت قيمة السي 1 أخبط كده في الكيرف بتاع السي، أنزل لتحت خالص كده قريت قيمة مين؟ السي على الدي. يبقى انا دخلت بالسي 1 جبت قيمه السي على الدي. طب عايز اجيب قيمه الجي في المكان اللي اتقطعت مع الجي امشي افقي اقرا قيمه الجي. اظن كده اتفهمت، اظن كده ايه اتفهم. لو انت مش عارف تعمل ده كله ممكن تشتغل بالايه؟ باللي زي ما انا قلت لك دول اسمهم ايه؟
القيم اللي قدام سيادتك دي موجوده في التيبل، ممكن تشتغل من التيبل على طول ده لو انت حابب يعني. طبعا انت هنا بمنتهى البساطه هتجوه اتعوض ادي الدي بيساوي السي 1 جذر الام التمت على الاف سي يو في البي. تمام، هنا طبعا هو انا زي ما هو كاتب لك كده كاتب لك ان الكلام ده بيصلح للتي سيكشن، انما الكيرفات اللي فاتت اللي هي الار والاوميجا والار والميو ما بتقدرش تشتغل بيهم على التي سيكشن. تمام، بعد كده انا هعوض هنا الدي بتساوي السي 1 جذر الام التمت، جبت السي 1 دخلت جبت الجي، عايز اجيب الاريا ستيل. الاريا ستيل ليها قانونين، يا اما القانون ده يا اما القانون ده، على حسب ايه؟ على حسب مكان النيوترال اكسس. طب وانا هعرف مكان النيوترال اكسس ازاي؟ ركز بقى معايا. يعني انا دلوقتي عندي قانونين، القانونين دول هعوض بيهم ازاي؟ اول حاجه هتروح تجيب لي السي دي، السي على الدي اهو، جبت انت السي على الدي، وبعد ما تجيب لي السي على الدي هتجيب لي قيمه السي الواحده. سهل، انت معاك قيمه السي على الدي وليكن طالعه 1 من 10، هتجيب لي قيمه مين؟ السي، وبعد ما تجيب لي السي تجيب لي الاي، الاي ده اللي هو بكام؟ ب 8 من 10 من السي. الاي بقى ده هو المكان بتاع النيوترال اكسس يا ريس اهو. لو كان ركز بقى كده معايا، دي اسمها الحته دي اسمها تي اس، اسمها ايه؟ التي اس. لو كان الاي فوق هنا يبقى ده اسمه تي سيكشن، ساعتها هتعوض بيه بالكبير. ولو كان الاي تحت هنا ساعتها هتعوض بيه بالصغير، زي ما كنا بنعمل في الفيرست برنسبل بالظبط. يبقى انا خطوات المساله بقى، رتب لي خطوات المساله عشان افهم منك. بص يا سيدي، ادي خطوات المساله بتاعتك. خطوات المساله بتاعتك كالاتي، الدي بتساوي السي 1 جذر الام التمت على الاف سي يو في البي. من هنا هتعوض بالقيمه بتاعت مين؟ هعوض بالقيمه، انا معايا الدي اعوض بيها، اروح جايب السي 1، وبعد ما اجيب السي 1 اروح رايح كده يا باشمهندس جايب السي على الدي، وبعد ما اجيب السي على الدي اجيب قيمه الاي، وبص على الاي بتاعت الاي، هل هي كانت اقل من التي اس ولا اكبر من التي اس؟ على حسب هي اقل من التي اس او اكبر من التي اس اشوف القانون اللي هعوض فيه. لو هي اقل من التي اس بعوض في القانون ده عشان اجيب الاريا ستيل، ولو هي اكبر من التي اس بعوض في القانون ده عشان اجيب مين؟ الاريا ستيل. وبعد كده تشيك على الاريا ستيل مينيموم، وتبقى كده المساله بتاعتي ايه؟ خلصت. صعبه؟ صعبه؟ مساله سهله جدا. طب افرض كان الدي مش معروفه، قال لك لو الدي مش معروفه تروح تفرض السي. ركز بقى في الحته دي بعد اذنك. لو اهو لو الدي مش جيفن فساعتها مش هتعرف تعوض هنا، احنا في الاول عوضنا هنا بحيث ان احنا جبنا مين؟ السي 1. فلو هي مش جيفن هتروح انت رايح جايك بايه؟ تفرض السي 1، يا اما بتفرضها من 5 ل 10 لو انت تي سيكشن، او بتفرضها من كام؟ من 3 ل 4 لو انت ايه؟ ار سيكشن. يبقى انا هعمل ايه يا باشمهندس تاني؟ تاني ملخص الخطوات بتاعت المساله، هبوس ايدك عشان افهم. بص اول حاجه هتروح تبص لي كده، اول حاجه تروح تبص تشوف لي هل انت، انا عندي دلوقتي مساله تي سيكشن، اعمل ايه يا باشمهندس في المساله تي سيكشن؟ ادي المساله تي سيكشن، مساله تي سيكشن. تمام، اول حاجه هو الجيفن بتاعي هو هيبقى مديني البي اللي تحت والبي اللي فوق، الاثنين دول جيفن، ومديني كمان ده اسمه التي اس اللي هو سمك البلاطه، ومديني هل بقى هو الدي دي مديها لي ولا مش مديها لي؟ لو مش مديها لك فانت هو القانون اصلا ما عندكش غير قانون واحد، الدي بيساوي السي 1 جذر الام التيمت على الاف سي يو في البي، اف التيمت على الاف سي يو في الايه؟ الام التيمت على الاف سي يو في البي. طب انا هنا مش معايا القيمه بتاعت مين؟ السي 1، مش معايا القيمه بتاعت الدي، فلازم افرض السي 1. السي 1 مش ده تي سيكشن، فبتتفرض من 5 ل 10. فبعد ما افرض السي 1 اروح بقى اكمل بقيه ايه؟ مسالتي. بفرض السي 1 اروح داخل بيها جوه الكيرف اللي فات ده. تمام؟ هروح داخل بيها جوه الكيرف اللي فات ده سي 1، واجيب السي على الدي، واجيب كمان قيمه مين؟ الجي. بعد ما جبت السي على الدي وجبت قيمه الجي، طب انا دلوقتي عايز اجيب الاريا ستيل، فعشان اجيب الاريا ستيل لازم اعرف الاول النيوترال اكسس بتاعي بيقع فوق هنا ولا تحت هنا، عشان ده ليه قانون وده ليه قانون. فعشان كده عشان انت لسه جايب السي على الدي، تمام، من هنا هتروح جايب لي مين؟ السي، ومن السي تجيب لي الاي، الاي بتتكرر، لو الاي اقل من التي اس تعوض بالقانون الاولاني، لو ليه اكبر من التي اس تعوض بالقانون الثاني. والقوانين كلها جيفن في المساله، لان الرسمه اللي قدامك دي بتبقى ايه؟ جيفن في الامتحان مش بتحفظها. خلاص صعبه؟ تعال نحل مساله، يلا بينا نحل ايه؟ مساله. ادي يا سيدي مساله اهي. تعال نحل المساله دي مع بعض كده. بيقول لك هنا انا عندي المثال اللي قدامي ده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي المثال اللي قدامي ده مثال 3 17. طيب بيقول لك ايه؟
The figure showing a T section T section that subjected to the ultimate moment of value 220 كيلو نيوتن على المليمتر. تمام، يبقى انا معايا مومنت اهو، ادي قيمه المومنت، قيمه المومنت بتاعتي كام؟ الام ultimate 220 كيلو نيوتن. كلام جميل، كلام سهل قوي. بعد كده بيقول لك استخدم الكيرف اللي هو بتاع السي جي عشان تحسب لي الدبس، احسب لي الدي والاريا اوف السي، يعني دي مساله ايه؟ ديزاين. هو يديك الاف سي اهي والاف فيلد اهي. عايزك بقى تركز معايا. اول حاجه انا المساله عندي هنا كده في الدي مجهوله، تمام، وفي الاريا ستيل مجهوله، وكمان السي 1 ايه مجهول. فانا عندي ثلاث مجاهيل. بما انك انت عندك ثلاث مجاهيل وما عندكش زي ما قلت لك ما عندكش غير معادلتين، فلازم تفرض. فانا هنا هروح افرض. فهو راح هنا اول فرض فرضه خالص، بسم الله الرحمن الرحيم كده، قال لك انا هفرض قيمه مين؟ اهو ركز معايا هنا، قال لك انا هفرض قيمه مين؟ قال لك افرض قيمه السي 1. ففرض قيمه السي 1 بكام؟ ب 10. بعد ما فرض قيمه السي 1 ب 10، عوض في القانون اللي هو بيقول لك الدي بيساوي السي 1 جذر الام التيمت على الاف سي يو في البي. معاك السي لسه جايبها ب 10، معاك الام التيمت ب 220 في 10 اس 6، ال 10 اس 6 دي عشان التحويلات. اف سي يو 25 والبي، ركز بقى قوي هناك، البي بنعوض دايما بالبي كابيتال، بالبي ايه؟ كابيتال، اللي هي ال 1500، مش البي سمول، مش الصغيره، البعد الكبير، ال 1500 مش البعد الايه؟ الصغير. فمن هنا كده راح مطلع قيمه مين؟ الدي. طلع قيمه الدي معاك كام؟ 765. طيب هو لما طلع 765 يبقى نقربها، يبقى الدي ب 800، يبقى الدي ب 850 كده، انت 100 100. صعبه؟ صعبه القصه دي؟ كلام جميل قوي. طب كم عايز اكمل بقى بقيه المساله؟ عايز اكمل بقيه المساله. انا لما افترضت، ركز بقى بالله عليك معايا، انا لما افترضت بتاعتي، انا افترضت ايه؟ السي 1 انا افترضتها بكام؟ انا قلت لك افرضها من 5 ل 10، وهنا في المساله افرضها بكام؟ ب 10. طب 10 دي، يلا خش بقى جوه الكيرف عشان تجيب لي الحاجات. ببص كده في الكيرف، الله بسم الله الرحمن الرحيم، ده الكيرف اخره 5، ايه اللي خلاه بقى؟ طب انا ما فيش كده. قال لك خلاص طالما انت هنا كده، انت عديت الرقم، انا مش عارف انا كام، مش عارف اخش الكيرف، يبقى هتشتغل على السي مينيمم على الدي. يبقى اشتغل على مين؟ السي مينيمم على الدي. يبقى اول ما السي بتاعتك، يبقى كده نتكلم مع بعض، طالما السي 1 بتاعتي اكبر من 4.85 اللي هو اخر رقم في الكيرف يعني، ساعتها استخدم السي مينيمم على طول بقى، السي مينيمم على الدي. السي مينيمم على الدي اللي هي كام؟ قلت لك احفظها، علامه 1 2 5، والجي بتاعتها اللي هي كام؟ علامه 8 2 6. شكرا شكرا، خلصنا المساله. ليه؟ روح عوض يلا في الاريا ستيل. بس لحظه واحده، انا مش عارف اعوض في الاريا ستيل اللي فوق دي ولا الاريا ستيل اللي تحت دي، ما هما قانونين، بس القانونين مربوطين بمين؟ بالايه والتي اس. طب اعمل ايه دلوقتي يا هندسه؟ انا قال لك ما تعملش حاجه، طالما هما قانونين يبقى انت تروح الاول دي تعمل لي ايه؟ تجيب لي ليه؟ اجيب قيمه الايه ازاي يا باشمهندس؟ ادي 8 من 10. قال لك واحده واحده بقى عليا عشان افهم بعد اذنك، عشان ايه؟ ما توهش منك اهو. بص يا سيدي، ما توهش، سي مينيمم على الدي يساوي كام؟ علامه 1 2 5. الدي بتاعتك بكام؟ 800 صح؟ يبقى هنا السي بكام؟ احسبها كده بالآلة الحاسبة وقول لي، مش عايزك تتوه بقى ايه؟ عشان تبقى مركز. 800 في صعبة، يبقى السي بتاعتك، السي بتاعتك بكام؟ 100 مللي متر. يبقى الايه بتاعتك بكام؟ 8 من 10 في السي اللي هي تطلع 80 مللي متر. طيب كده جبت الايه؟ اعرف لي انهي قانون؟ اعوض في الاي اقل من التي اس ولا الاي اكبر من التي اس؟ على حسب مين؟ التي اس. التي اس بتاعتي بكام؟ ب 100. يبقى انا عندي هنا الحاله اللي انا فيها اللي هي مين؟ الاي بتاعتي اقل من التي اس. يبقى اعوض في انهي قانون؟ في القانون الاولاني اللي هو ده، اللي هو الاريا ستيل يساوي ام التيمت على اف سي يو في البي في الدي. خلاص كده اريا ستيل يساوي اهو، اريا ستيل بيساوي الام التيمت على الاف يلد في الجي في الدي، ام التيمت على الاف يلد في الجي في الدي. خلاص تعوض لي في القانون ده باشمهندس بعد اذنك. هنا الاريا ستيل ام التيمت على الاف يلد في الجي في الدي، وفي قيمه ثانيه كده قلت لك مالكش دعوه بالقيمه الثانيه دي. القيمه الثانيه دي لو انت القصه بتاعتك مالها
عندك نورمال فورس مع المومنت. انت ما عندكش نورمال فورس مع المومنت يبقى بتطبق في الجزء الاولاني فقط، حتى تلاحظ ان الاشاره موجب وسالب على حسب بقى النورمال فورس تنشن ولا كومبريشن. فاحنا ما لناش علاقه بالجزء ده، احنا هنعوض بالجزء الايه الاولاني. يبقى تاني انا عملت ايه الخطوات اللي عملتها يا باشمهندس في المساله؟ واحد، تاني اراجع لك المساله. خطوه رقم واحد هتروح اول حاجه تفرض السي 1. طب السي 1 بفرضها ازاي يا باشمهندس؟ بص على السكشن، لو هو تي سكشن، لو هو تي سكشن ولا هو ار سكشن. فلو هو تي سكشن هتفرضها من 5 ل 10، ولو هو ار سكشن هتفرضها من 3 ل 4. فرضت السي 1 لو سمحت عوض لي في القانون ده، الدي بيساوي السي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي، ولاحظ ان البي دي هي البي الايه الكبير. من هنا هتقدر تجيب لي قيمه الدي، ومنها تجيب لي قيمه التي. بعد كده يوز الكيرف، استخدم بقى مين؟ استخدم الكيرف بتاعي، هستخدم الكيرف بتاعي عشان اجيب السي على الدي واجيب الجي. السي على الدي هستخدمها في ايه؟ هجيب منها السي، ومن السي هجيب الاي، ومن الاي لازم اعرف الاي ده هل هو كان اقل من التي اس ولا اكبر من التي اس، عشان اعرف القانون بتاعي اللي هطبق فيه. عرفت القانون بتاعي اللي هطبق فيه، اروح اجيب الاي اس بتاعتي اللي هي الام التيميت على الاف يلد في الجي في الدي. تمام، معاك الام التيميت، معاك الاف يلد، معاك الجي، معاك الدي، جبت الاريا ستيل. ما تنساش تشيك على الاريا ستيل المينيمم، ويبقى انت كده ايه خلصت. هو ده اللي عمله هنا في المساله، عمل تشيك على الاريا ستيل مينيمم، عمل تشيك هنا كده على الاريا ستيل مينيمم في النهايه. خلي بالك برضو ان انت وانت بتعوض في الاريا ستيل مينيمم دايما بتعوض بالبي الصغير، اوعى تعوض بالبي الكبير. يبقى خلي بالك في هنا حاجتين، دايما لما بتيجي تعوض في القانون ده بتعوض بالبي الكبيره اللي هي ال 1500، ولما تعوض في القانون بتاع الاريا ستيل مينيمم دايما بتعوض بالبي الصغيره اللي هي كانت كام؟ ال 120. ويبقى انت كده خلصت الايه؟ المساله. في حد كده عنده اي مشكله؟ في حد مش فاهم اي حاجه؟ كده دي مساله سهله. طبعا لو عايز تحل المساله اللي بعدها نفس الفكره بالظبط، ما فيش اي اختلاف، ما فيش غير الاختلاف ان هنا ساعتها في الاخر يعني ان الايه طلعت اكبر من التي اس. فلو الاي اكبر من التي اس بدل ما هتعوض في القانون الاولاني هتعوض في القانون الثاني اللي هو ده، الاي اس بيساوي الام التيميت على الاف يلد على 1/4 في الدي في التي اس ناقص على 2 اف يلد على 1/4 في الدي ناقص تي اس على الاثنين. وبعد كده نفس التشيكات ونفس كل حاجه. ويبقى انت كده يا باشمهندس خلصنا كل القصه دي ومفيش فينا اي ايه اي مشاكل. في حد كده عنده اي سؤال؟